اليوم جينا باش نحضروا الندوه. اكتشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي على انها تبنتها واحد المولود غير شرعي للجنه الوطنيه باسم تنسيقيه وطنيه. كيعلنوا على انهم اليوم غيعلنوا على الطي النهائي لملف المرصابين امتحان 4 جانفي 2022. جينا نكتشفوا شنو هذا الحل هذا النهائي اللي غيتطوى به الملف ديالنا. اليوم تمنعنا في الباب اننا ندخلوا المقر اللي نورمالمون ملحقين اننا ندخلوا للجامعه الوطنيه للتعليم، وهذا ان دل على شيء فانه يدل كاين شي حاجه اللي ماشي هذيك. وحنا كنقولوا لهم انا دائما كن فهاد الصداع نورمالمون اللي خرج مؤخرا ديما كنت كنتفكر واحد الجمله كتقول على انك الا قتي واحد المعركه في واحد الجيش من 100 كلب والقائد اسد فراه الكلاب كامله غتهاجم بحال الاسد، ولكن الا قتي معركه جيش فيها 100 اسد والقائد كلب فكلشي غادي يموت الكلاب. وهادشي اللي غادي يوقع لنا فهاد المعركه. وجينا نقول لهم على ان هذا ملف فساد فما غطوه لا انت ولا الاخر ولا الاخر باهداف ريعيه وامتيازيه. تجي واحد ما غادي يجي يقول كلمه فوق مؤسسه الوطن. حنا ماشي شي ضد شي، كما كنقول لك كانت اللجنه الوطنيه في الساحه كانوا فيها رموز اللي بينوا على المعركه واللي وصلوا الصوت ديالهم واللي شنو كانوا المطالب ديالنا. الغاء النتائج المشبوهه واعاده الامتحان في ظروف شفافيه ونزاهه، هادو هما المطالب ديالنا كانوا. من بعد اضراب عن الطعام والحوار وقع واحد صداع صدغه حتى اكتشفنا واحد المولود غير شرعي باسم التنسيقيه الوطنيه. من بعد واحد اضراب عن الطعام ولا تواصل مع مؤسسه الوسط، مؤسسه الوسط كذلك تواصل ديالها غير رسمي مع المرصابين، تدوينه فيسبوكيه فهي غير رسميه. القانون 31/13 كيعطينا الحق للدوا داكسي على انفورماسيون بوبليك غوفيرنمونتال، ما عارفينش حنايا المخرجات ديال الحوار ديال وزاره ديال مؤسسه الوسط مع وزاره العدل رئاسه الحكومه. ولا اي مرصب كيخرج كيطالب الوضوح وكيرفض هذه الضبابيه في التدخل كيخرجوا على انه كيضرب في التوابيت ديال الامه، خرجوا همهمات على ان هناك تعليمات ساميه باش يكون حل. يعني التنسيقيه الوطنيه تروج لمغالطات واليوم وصل بهم ما فهمتش كيفاش هذه الجرأه اللي خداوها. قال لك على انه اليوم غيعلنوا على الطي النهائي للملف. باي صفه انت غادي تطوي الملف النهائي للملف؟ ما فهمتش. فاحنا اليوم جينا نحضروا الندوه باش نكتشفوا حتى حنا معكم الحل، فاذا بيك كيوقفونا في الباب. انا اللي بغي نقول لك على ان المعركه ديالنا من اول نهار ما كانتش بالعدد، فالحمد لله دي نقطه قوه لينا. سي فغي كاينه التفريقه، سي فغي كانوا عندنا مطالب وحده ملف واحد، كانت ازمه ثقه فرقت ما بين الرموز ديال النضال في الاول اللي كانوا في اللجنه الوطنيه. من بعد بقات واحد الفجوه اللي دخلوا فيها انتهازيين، من دخلوا انتهازيين ولا تسويق المغالطات ولا المطالب الريعيه ولا اللي كيقول الحق خصو يرجع للواقعيه، واللي كيطالب بمطالب امتيازيه وريعيه وكيسوق المغالطات ولا هو الرمز ديال النضال واللي كيكون ليه تصفيق وتطبيل في لي غروب ايتترا. اللي حنا كنبغيو نقولوا على اننا حنا مرصابين وملف ديالنا ملف فساد، فالحل اللي غادي يكون الغاء النتائج والمحاسبه في اطار المعالجه الوديه غيكون امتحان شفوي. الا ما كانش امتحان شفوي وما يمكنش نلغيو هاد النتائج، حنا كنطالبوا بالمحاسبه. اذا نهار غتكون المحاسبه عاد يتطوى الملف ديالنا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.